رغم أن إنجازهم في طوكيو كان أقل حصاداً للميداليات عن ريو دي جانيرو، إلا أنهم استطاعوا تحطيم العديد من القيود والتحديات بعد تعرض بعضهم لإصابات وتوقف معسكراتهم بسبب فيروس كورونا. هم أبطال بعثة مصر البارالمبية الذين حققوا 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين في طوكيو 2021. الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية أكدت على أن أفراد البعثة المشاركة في طوكيو لاقوا كافة أنواع الدعم والمساندة من القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها وخلق دوافع جديدة لحصد البطولات والميداليات في المحافل الإقليمية والدولية. البعثة المصرية البارالمبية شاركت في دورة الألعاب بعدد 49 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوة، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات. وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات لكل من فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في البارا تايكوندو. وعلى الفور بدأت اللجنة البارالمبية وجميع الأبطال في الاستعداد ووضع خطة التأهل لباريس 2024 وحصد المزيد من الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليا. مرحبا بحضراتكم. بنتكلم في ريو، يعني ريو دي جانيرو 2016، بعثة مصر البارالمبية حققت 12 ميدالية. كنا متوقعين بصراحة، عشان الكلام يعني يبقى حقيقي، ان حصيلة طوكيو 2021 هتزيد شوية عن يعني ريو دي جانيرو والميداليات هتبقى ازيد بكتير، لكن النتائج جت الى حد كبير عكس يعني المتوقع. كان هناك اسباب، اكيد كان هناك اسباب عايزين نعرفها. طيب ايه تاني برضو استعداداتنا هنا نقدر نقول لبارالمبيات بقى باريس 2024، عشان احنا عايزين كمان ميداليات اكتر من ريو دي جانيرو. ربنا يوفق ان شاء الله اكيد البعثة المصرية، لكن في كلام كتير حابين ان احنا نعرفه من دكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية. الحمد لله على السلامة وصباح الفل في البداية. صباح النور والهنا عليكم. منورانا يا فندم. منور. ربنا يخليك. احنا دايما في كل دورات سواء اولمبية او بارالمبية، يعني على الاقل ده اللي كان حاصل طول الفترة اللي فاتت، عادة البعثة البارالمبية بترجع لنا محملة بعدد من الميداليات اكبر بكتير من ابطالنا الاولمبيين. صح. وزي ما كانت نواند بتقول لحضرتك من شويه، ان فعلا في ريو 2016 كان عندنا 12 ميداليه بارالمبيه منهم 3 ذهب. ايوه. المره دي ايه اللي حصل بقى؟ ففي تراجع ومفيش ميداليه واحده ذهب. ايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك إيه، طبعا انت عارف الظروف اللي مرت ما بين لما رجعنا من ريو، جائحه الكورونا. طبعا جائحه الكورونا عطلت يعني احنا اللعب عندي عشان يوصل للدورة البارالمبية بيمر بمراحل. أكيد. في مراحل داخلية وفي مراحل خارجية. الداخلي احنا بعد ما بنرجع، يعني مثلا رجعنا من دورة ريو ابتدينا نعدهم لدورة طوكيو. المفروض ما بين الدورتين 4 سنين، المرة دي عملت 5 سنين. عندنا أولا لما كنا في ريو في عندنا بعض اللعيبة للأسف الشديد أصيبوا. عندنا محمد الجيب ده لاعب ذهبي، يعني دايما على ريو ولا على طوكيو؟ بعد ريو. بعد ريو. رجعنا من ريو. تمام. ابتدينا نعمل المحطات بتاعتنا. حلو. عندنا المحطات الداخليه والمحطات الخارجيه. تمام. المحطات الداخليه هي اللي هي المعسكرات طبعا الداخليه. الخارجيه اللي هي الاحتكاكات الدوليه مع البطولات القاريه والبطولات العالميه وكاس العالم، اللي هم بيعدوهم عشان يوصل اللاعب ياخد المركز اللي هو يخش بيه بقى الدوره البارالمبيه. بالنسبه للمعسكرات الداخليه احنا مشينا كويس لغايه ما جت جائحه كورونا. طبعا المعسكرات وقفت. طب ابتدينا المعسكرات، بعض اللعيبه كانت لهم كورونا طبعا اصيبوا، وانت عارفه طبعا العلاج بياخد وقت. لما بيطلع من بعد العلاج ما بيبقاش زي الاول، بس احنا عملنا كل اللي علينا وقدرنا ان احنا نديهم العلاج الطبي المسموح بيه. جينا بقى للبطولات الخارجيه والاحتكاكات الخارجيه. طبعا ما قدرناش ان احنا نعمل بطولات نعمل احتكاكات خارجيه. الحمد لله قدرنا ان احنا ناهل اللعيبه بتوعنا في البطولات الخارجيه
قبل ما جائحه الكورونا ده تشتد قوي والسفر يتمنع. احنا كان عندنا فريق سباحه سافر ايطاليا، وصل الساعه 12 بالليل، ركب الطياره ورجع 12 الظهر تاني يوم. عشان ايه بقى؟ كانت جائحه الكورونا انتشرت وقالوا لنا لو مش هيرجعوا ممكن ما نعرفش نرجعهم. يعني رجعوا بعد 12 ساعه. 12 ساعه يا روب ناموا، وهم نايمين احنا كلمونا قالوا لنا ان السلطات قالت لهم لازم ترجعوا. ده كل ده طبعا بيأثر طبعاً في التمارين بتاعت الابطال. أكيد. نيجي بقى للابطال ذات نفسهم. يعني احنا اول مشكله عندنا كورونا، جائحه كورونا. تمام، ايه بقى تاني؟ تاني مشكله انه الاحتكاكات الدوليه، الدول اللي دخلت في المنافسه معانا في طوكيو كان مسموح لهم بالتحرك داخل، يعني كل اللي في قاره اوروبا ما كانش ممنوع التحرك داخليا، فكانوا بيعملوا معسكرات، بيعملوا احتكاكات، بيعملوا بطولات احتكاكات. احنا ما قدرناش نسافر، احنا البطوله الوحيده اللي كنا المفروض نسافرها كانت كازاخستان. سافروا اللعيبه بس احنا كنا قلقانين عشان كانت جائحه الكورونا برضك ما زالت موجوده. نيجي بقى لحاجه مهمه، انت حضرتك قلتي جبنا 3 ذهب لما كنا في ريو. واحده من الذهب كانت بتاعت لاعب اسمه محمد الجيب. محمد الجيب ده لاعب رفع اثقال معروف عالميا، للاسف الشديد بعد ما رجعنا من ريو بحوالي سنة عمل حادثة بشعة أثرت على العمود الفقري بتاعه. طبعا اعتزل لأنه إيديه ما قدرش يشتغل. التانية كانت لشريف عثمان. إحنا شريف عثمان قبل بطولة طوكيو بحوالي 45 يوم أصيب في الوتر بتاعه، وكان إصابة جامدة لدرجة إن إحنا كنا خايفين إنه ما نقدرش يشترك معانا في طوكيو. يعني لو حد عمل لنا عمل والله يعني انا بقول لحضرتك كانت ظروف، عشان كده الناس اللي بره مش قادره تفهم الظروف الداخليه بتاعتك. معلش اسباب الاصابات دي، يعني ده حادث اول يعني لاعب حادث، لكن هل ده نتيجه خطا في التدريب لا ولا لا؟ لا لا لا، هو بيبقى اوقات يمكن مثلا ايه كان مجهد فحمل زياده عن اللزوم. طب ما هو مش لازم يكون في اخصائيين معاهم؟ في معاهم مدربين ومعاهم اخصائيين. بصي اوقات اقول لك اوقات اللاعب بيتحمل على نفسه، يعني ايه؟ ما بيصرحش ب يعني مثلا اقول لك احنا في ريو كان معانا اللاعب متولي مطحنه ده لاعب ذهبي وشال العلم، اسم كبير طبعا. وكان هو من الناس لما وصلنا في ريو واثناء ما بيتدربوا قبليها اثناء التدريب الدكتور اللي معانا اكتشف ان هو مصاب. قال لنا، هو على فكره كان معانا الاسبوع اللي فات. قال لنا ما دخلش ما اشتركش، يعني ما ده ذهب وراحت مننا. لا بس معلش بقى دكتور حياه، خليني اسال سؤال. اتفضلي. يعني ما هو كده طالما متكرره يبقى في خطا وقت التدريب، ما هو لازم حضرتك بتقولي معاهم مدربين وكله، بس لما بتتكرر يبقى ما هي في حاجه. هو شريف عثمان يعني يمكن حمل شويه على عليه فاصيب، لكن اتعالج وسافر معانا. احنا زي ما بقول لك كنا خايفين ان هو الاصابه ما تخليهوش يسافر. انا عايز اقول برضك حاجه، احنا يعني اللعيبه عندنا بتوع رفع الاثقال كبار في السن شويه، فالتحميل اللي زياده عن اللزوم بيأثر عليه. في مفروض ده بروجرام يعني ماشيين في بروجرام، وده بقى اللي انت كنت حضرتك بتقوليه في الاول 2024. احنا بقى 2024 خلاص بلاش نبص في نبص لا نخش على جاي، بس لازم الناس كلها تعرف طبعا الحقيقه احنا شبكيه. قبل ما نروح بقى لباريس 2024 خلينا برضو لسه في اطار طوكيو ورايحين معاكي باريس، ما فيش ما تقلقيش. انا بس عايز اسال حضرتك على الدوره الاولمبيه في طوكيو 2021، سمعنا والبعض مننا شهد هذا الامر بنفسه ان كان في ظلم تحكيمي لبعض اللاعبين في رياضات معينه. هل نفس الكلام اتكرر بارالمبيا كمان؟ ايوه. ايه اللي حصل؟ احنا كان عندنا ظلم في التحكيم جامد جدا، لدرجه ان انا كانت عندي لعيبه اول مره قلنا ايه خلاص يمكن هم مظبوطين. كان عندي لعيبه اسمها اماني. اماني الحقيقه الرفعه اللي رفعتها في 3 حكام بيبقوا قاعدين على الفلور، وفي الجوري بيبقى قاعد جوه. اللي قاعدين تحت قال لك لفته رفعه صحيحه، واللي جوه قال لك لا. طب احنا ما سمعناش قبل كده لا اولمبيا ولا بارالمبيا عن وجود هذا الكم من يعني اوجه الظلم التحكيمي، جديده شويه علينا. هي مش جديده، هو يمكن احنا المره دي
تجرأنا، وأنا الحقيقة عملت كومبلين جامد وزعقت وقلت يعني إن ده مش صح. وجالي رئيس الاتحاد اللجنة البارلمبية لرفع الأثقال وقال لي وبعدين إحنا بنقدم تظلم، بعض الدول بتقلم التظلم بيتقبل منها على طول، إحنا أول ما بتقدم التظلم لا. اشمعنى؟ ما أنا بقى قلت كده بقى اشمعنى؟ أنا عايزاكم ترجعوا الفيديوهات وتشوفوا بتاع. يعني إحنا ما تقبلش التظلم أصلا؟ إحنا التظلم لا ما تقبلش. إيه ده؟ ما تقبلش التظلم ده كده تعنت بقى. ما هو أنا بقى قدمت شكوى، وقدمت شكوى رسمية، وجالي الرئيس اللي قال لي معلش هو بس للأسف طالما النتيجة أعلنت يبقى خلاص ما تقدرش تغيرها. بس أنا عملت بس كان عنده تبرير ما للي حصل؟ بيقول لك والله ده ما هنا بقى بيخش العنصر البشري. يقول لك هو الجوري شاف كده، الحكم شاف كده، خلاص. لكن أنا بقى هرجع تاني، إن عندنا مثلا رحاب، البطلة رحاب كانت بينها وبين الذهب اللي فرق في البتاع وزن اللاعبة اللي خدت الذهب، يعني هي عملت زي اللاعبة اللي جابت، إنما الوزن بتاعها هو اللي فرق. يعني أنا عايز أقول إن إحنا بصراحة يعني ضيعنا أو اتظلمنا في كذا ميدالية، كنا ممكن نيجي بميداليات أكتر من كده. طيب على كل حال بقى إيه، خلينا نسمع برضو اللعيبة بتوعنا بنفسهم ورأيهم. بس لازم نبارك في الأول، يعني معنا البطلة فاطمة عمر، بطلة حبيب مصر وصاحبة الميدالية الفضية في رفع الأثقال. يا صباح الفل عليك يا فاطمة، صباح الخير. صباح الخير، صباح السعادة على برنامجك الجميل، صباح الخير على دكتور حياة، صباح الخير على سكينون، يعني ما شاء الله برنامج جميل. اسلامي يا رب، وانت جميلة ونتيجة بصي يعني الفضية دي حاجة كبيرة جدا برضو، احنا سعداء ومتشرفين بكل واحد فيكم حقيقي. احنا بنتكلم عارفة بنقول كان نفسنا في اكتر، لان احنا عارفين ان انتوا تقدروا تجيبوا اكتر، دي نقطة لازم تبقوا عارفينها. خلينا نعرف منك كواليس برضو البعثة هناك والمنافسات يا فاطمة، يعني انت بقى بنفسك كلاعبة هناك انقلي لنا الصورة. والله انا سمعتي وحضرتك بتتكلمي مع دكتور حياه وبتقولي ان احنا طبعا كان المفروض ان احنا نجيب ميداليات اكتر وكده. احنا طبعا اكيد الحمد لله يعني معودين الشعب المصري كله على الانجازات بتاعتنا والميداليات الكتير اللي احنا بنجيبها، بس حقيقي المره دي احنا كان الجو مختلف جدا جدا جدا، يعني تقريبا كده كانت كل حاجه عكس التيار عندنا. يعني احنا الحمد لله اكتر من حد في الفريق جاله كورونا، يمكن انا واحده من الناس دي جالها كورونا مرتين في شهر ونص. طبعا مرتين في شهر ونص ده استحاله لاعب يقدر يلعب قبل الاولمبياد بشهرين، يجي له كورونا مرتين في شهر ونص ويقدر يتعافى منها. وهم حاسه ان طبعا بتعمل ضعف في الجهاز المناعي وبتاثر على حاجات كتير جدا في الجسم، فيعني ان احنا نقدر نلعب تاني ونقدر نستعيد ونعمل ميداليات فده بحد ذاته كان انجاز يعني. وطبعا مش انا لوحدي اللي جات لي كورونا، احنا حوالي اكتر من 4-5 في الفريق جالهم كورونا. وفي طبعا الاصابات، احنا مش هنقول ان ده خطا تدريبي، لا ده بيبقى تحميل سنين. احنا اقل حد فينا بيلعب بقاله اكتر من 20 سنه، يعني بقى رفع اثقال من 27 سنه، فتقريبا انا يعني ده تحميل سنين قديمه كتير يعني. صح. كلها متراكمه فوق بعضها، فطبعا بتاثر على اللاعب يعني، حتى لو هو معاه جهاز طبي عالمي برضه لازم هيتعب هيتعب يعني. صحيح. فالحمد لله احنا بنحمد ربنا على الانجاز اللي احنا عملناه. طبعا بنشكر دكتور حياه، دكتور حياه طبعا كانت معانا لحظه بلحظه، يمكن تقريبا كانت عايشه في صاله اللعب ما بتخرجش منها يعني. وتشجيع طبعا كان تشجيع ام لينا مش رئيسه لجنه. بصي اقول لك على حاجه يا فاطمه، بنوعدكم ان شاء الله. لما يا فاطمه كنا بنكلم دكتور حياه في التليفون يعني اثناء ما انتم متواجدين هناك، وكنا بنسالها وبعد كل ميداليه مصر كانت بتحصل عليها، عايزه اقول لك كان صوتها مش صوت واحده يعني مثلا المسؤوله في مركز ما، لا هي فرحانه بيكم كانها والله فعلا والدتكم. احنا حسينا ده في التليفون، انا فاكره المكالمه كويس دي موجوده، فلا دي حقيقي حاجه من القلب طالعه، فانا بتفق معاكي جدا. خلينا بقى نبص في اللي جاي، واحنا بقى هناخد وعد منك ان شاء الله في يعني نتكلم بارالمبياد باريس 2024 فاطمه هتجيب لنا الذهبيه، الكلام ده تمام؟ ان شاء الله باذن الله. ده وعد على الهوا اهو. ان شاء الله بوعدك ان شاء الله ان احنا هنعمل اكتر ما في جهدنا ان احنا نحقق ميداليات افضل من كده بكتير، ونرجع ان شاء الله نبقى احنا اسياد رفع الاثقال في العالم زي ما قلنا باذن الله.
وطبعا ده بدعم من وزاره الشباب دكتور اشرف صبحي وسياده الرئيس ودكتور حياه بعد مجلس ادارتها. ان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر ان احنا نعدي المحنه اللي احنا بنعدي بيها باذن الله. ان شاء الله يا فاطمه مره ثانيه مبروك وشرفتونا حقيقي. شكرا ليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. يعني كده امنا ميداليه ذهب اهو في الشباب. وعد خلاص فاطمه مرت جباره كمان بظروف صعبه، يعني كانت تعبانه وتعبت والكورونا تعبتها جدا مرتين في شهر ونص كده، هي مره اصلا في السنه يعني كافيه. انا الحقيقه كنت بشفق عليها لما رجعت التمرين. بس عايزه اقول برضك حاجه مهمه عشان ما نظلمش اللعيبه، يعني انا معظم لعيبه رفع الاثقال جابوا مراكز، يعني رابع خامس سادس، انت عارفه دايما عالميا بيصنفوا في اول 8 مراكز. الرابع اللي جاب الرابع اللي يعني المركز الرابع ما بينه وما بين البرونز كيلو. يعني وعايزه اقول برضك ان الحقيقه انا يعني انا سافرت ريو وسافرت لندن، البطوله المره دي كانت شرسه شويه. يعني ايه؟ كانوا النيجيريين داخلين بقوه قوي، كازاخستان، فرنسا، يعني في دول ما كناش شايفينها استقتاله. ما كناش شايفينها في رفع، لا لقيناها داخله بقوه. وبالمناسبه على صعيد بعثتنا احنا، هل كان في يعني لعيبه معينين، انا مش بتكلم على رفع الاثقال، بتكلم بشكل عام، انا عايز اقول لك هل كان في لعيبه معينين متاكدين ان هم هيرجعوا ميداليه وما حصلش او العكس؟ انا عندي في العاب القوى انا كان عندي، كنت متاكده لاعب محمد سيد انه هيجيب ميداليه، للاسف لم يوفق الميداليه. عندي بنت طالعه طلعت معايا عشان الكوتا طلبت ان يكون في واحده بنت، فطلعناها جابت سابع. يعني حققت مركز. حققت مركز ايه؟ ما اتمرننش غير قبل البطوله كان بشهر ونص شهرين. يعني دي لو احنا استثمرنا فيها ل 2024 انا بقولك دي هتجيب ده. اتمنى ان يعني اولا مبدئيا كده العالم كله يعني يخلص من مساله كورونا. وبالتالي وبالتبعيه يبقى عندنا مساحه وقت كافيه لاعاده ترتيب الاوراق وتاهيل كل يعني اللاعبين للفتره اللي جايه. عايز اقول حاجه مهمه، يعني فضل. احنا بنتكلم فيها هتربطنا ب 2024. اتفضل. احنا المره دي اول مره يطلع معانا ناشئين يخشوا بطوله. حلو ده. اولمبيه عندك فاطمه محروس دي ناشئه رفع اثقال، الاعاقه بتاعتها جديده شويه، اول مره تخش بطوله كبار اللي هي دايما كانت تخش ناشئين، جابت رابع بفرق كيلو. البنت دي صغيره عندها 21 سنه او 22 سنه. دي احنا ان شاء الله هنستثمر فيها بحيث ان احنا نبقى ضامنين بيها ان شاء الله ميدالية. نيجي بقى للسباحه. السباحه كان متوقفه في مصر مده كبيره قوي. اول مره اشتركنا سباحه كانت في ريو 2016، وكانت معانا ايه، وايه الحمد لله حققت مركز. المره دي طلعنا باربعه، معانا بنتين وولدين ناشئين. انا ليه بركز على ناشئين؟ عشان بقول ان دوره طوكيو فادتنا ل 2024. عندي ولد اسمه يوسف، ده عنده اعاقه مركبه، يعني عنده اعاقه في رجليه، عنده اعاقه في ما بيسمعش، ربنا يشفيه وما بيتكلمش، بطل سباحه ما شاء الله، حقق لي مركز حلو. عندي بنت اسمها ملك عبد الشافي 18 سنه، عملت رقم افريقي ما شاء الله وجابت مركز ثامن. حلو قوي الواحد يسمع حاجات زي كده، والله الواحد يتعلم. السباحه من ضمن الالعاب اللي بيبقى فيها عدد كبير جدا من السباحين في العالم. يعني احنا السباحين اللعيبه في العالم 4400 اللي كانوا موجودين في الدوره. السباحه بس فيها حوالي 420 واحد. يعني نسبه كبيره. فكوني انا كمصر اتحط على الخريطه ويبقى معروف ان مصر بقت بتجيب مراكز، انا بقول ان شاء الله لو ربنا اعطانا العمر 2024 ان شاء الله احنا هنحقق حاجه في السباحه. يا مسهل. عندنا تنس الطاوله، تنس الطاوله لاول مره نحقق مركز خامس. سيد وسامح، يعني احنا لاول مره كده، انا قلت لحضرتك في التليفون، فريق بنات مكفوفات لعبوا كره جرس، صحيح ما جابوش مركز لكن تواجدوا، تعرف عشان تتواجد في دورة بارالمبية طبعا مجرد الاحتكاك ده مفيد. يعني ما الناس تقول لك راحوا وما عملوش وراحوا ليه؟ يا جماعة، وجود مصر على الخريطة، وجود ان مصر لعبت
ما هو ده برضك بس هي حضرتك بتقولي ايه؟ بتقولي يعني دوليا يعني في مساحه ان احنا ناخد في الاعتبار ان المركز الرابع ده ممكن ما يبقاش في فرق يسخر بينه وبين التاني. والله ابدا انت لكن شعبيا العبره بعدد الميداليات. هو ده بقى الفكره، يعني انت لما تبقى قاعد في البطوله وشايف البطل بتاعك خلاص، يعني خلاص ده هياخد ميداليه وتفرق في كيلو مثلا او تفرق في وزن طبعا بيجي لك. عندنا نماذج جميله جدا، ويمكن معانا تليفون على ذكر يعني على ذكر قلب العالم بصراحه. على ذكر تنس الطاوله احنا معانا ظاهره كونيه، مش مجرد لاعب بارالمبي عالمي، احنا بنتكلم على ظاهره ويعني حصل على كميات وافره من الاشاده الدوليه. ابراهيم حمدته لاعب تنس الطاوله البارالمبي المصري اللي مشرفنا. ابراهيم صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. احنا طبعا مش قادر اقول لك احنا الى اي درجه متشرفين بالانجازات اللي انت بتعملها، وسعداء جدا جدا وفخورين بان انت قدرت تلفت انظار العالم كله. عايزين نعرف منك يعني ذكرياتك مع الدوره الاولمبيه الاخيره. والله قبل ذكرياتي طبعا يعني انا بصبح على افضل سيده في مصر، امنا واختنا وصاحبتنا الدكتوره حياه خطاب، لان الدكتوره حياه خطاب هي في الفتره اللي فاتت كانت السند لينا كلنا، مش لابراهيم بس، كانت السند وكانت فعلا ام فاضله لكل الابطال اللي موجودين في البارالمبي. دكتوره حياه خطاب يمكن احنا شهادتنا فيها مجروحه، ولكن هي فعلا يعني تستحق ان هي فعلا تكون تاج على راسنا من فوق، لان هي فعلا ربنا يخليك يا ابراهيم بفضل صاحبه الانجاز اللي احنا فيه كله. ربنا يديم عليكم المحبه والاحترام المتبادل. ربنا يديم ولادي كلهم. طبعا طبعا. ذكرياتنا في البارالمبي يمكن الدكتوره كانت مع شيرانا لحظه بلحظه، يمكن في ريو كان الواحد منبهر بالوضع، ولكن في طوكيو يمكن كانت الدنيا يعني كانت مختلفه سهله شويه. في حاجات ثانيه يمكن الواحد كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل. لا الصوت مش واضح بتاعي يا كريم. ولا نجي في التليفون التلفزيون. طب كابتن ابراهيم، لان احنا للاسف سامعين حضرتك بصعوبه، واضح ان في دوشه حواليك والصوت مش واضح قوي، فهنحاول نعاود الاتصال بيك مره ثانيه. اتفضل. هو الحقيقه انا عايز اقول برضك ان ابراهيم حمدته مظلوم في ايه؟ مفيش حد زيه في التصنيف بتاعه بيلعب معاه. التنس الطاوله بتلعب يا وقوف يا على كرسي. طبعا حمدته بيتعب وهو واقف، فاللي بيلعب قصاده بيبقى الإعاقة بتاعته أخف كتير بكتير بكتير. تخيل واحد بيلعب ببقه واحد بيلعب بإيده. طبعا صح. يعني لا وبيلعب إيه؟ تنس طاولة. تنس طاولة يعني بإيده بيرمي السيرف برجله. فهو إبراهيم حمدته لو اتحط في التصنيف المظبوط ده هيجيب يعني ذهب بدون صح. تفكير. لكن هو إنما طبعا ده ملهم ده حضرتك طبعا. لما تشوف النقل كاميرات العالم كله وهي متسلطه عليه لعيبه عالميه وكل قاعده ارفع العالم. اتكلمنا عن ده على فكره كذا مره في حلقات سابقه واستعرضنا صور وفيديوهات. احنا رجعنا لنا مره ثانيه كابتن حمدته، معلش الصوت كان مش واضح قوي في الاول، بس ايه يعني نكمل كلامنا بقى مع حضرتك. كنت ابتديت تتكلم معانا عن اللي حصل معاك في بارالمبياد طوكيو 2021. اتفضل. بقول لحضرتك كان الموضوع بالنسبه لنا في الاول في المره الاولانيه كان يعني حاجه وهم، يعني ان حضرتك تشارك في اكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت بالنسبه لنا كان يعني حاجه وهم، وخاصه بالنسبه لنا يعني انا لما ابقى لعيب تنس طاوله زي ما حضرتك وتفضلت مشكورا دلوقتي وقلت ان انا بلعب ببقي وابقى اللاعب الوحيد في العالم واتاهل لاكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت حاجه كانت بالنسبه لي كانت بالنسبه لنا يعني كانت مفاجاه جميله يعني ان انا اتاهل في اكبر حدث رياضي. الحاجه الثانيه ما كناش برضو ما كنتش مستوعب يعني ايه النهارده حدث بالحجم ده الا في طوكيو. يعني في طوكيو احنا كنا مستعدين كويس، معالي الوزير طبعا وفر لنا كل حاجه، لجنه البطل البارلمبي الدكتوره حياه، اللجنه البارلمبيه المصريه، الاتحاد المصري لتنس الطاوله، كل ده كان بيوفر لنا كل الدعم وكل الرعايه ما اثروش معانا في حاجه، ولذلك احنا كنا بنتمنى ان احنا يعني نطلع على منصات التتويج نفرح المصريين كلهم ونفرح النادي ونقول لهم شكرا بالميداليه، ولكن يعني حضرتك عارف ان المنافسه بتبقى النهارده افضل 12 رياضي في العالم حضرتك بتنافس معاهم، فبالتالي يعني المنافسه كانت صعبه لان انا بلعب بوقي وهو بيلعب بايده. فهو لكن هو التصنيف يعني انا حطيني في الفئه دي، ولكن كانت المنافسه قويه والحمد لله ان الواحد برضه كان بيحاول ان هو يطلع كل اللي جواه
لا انت اللي جواك كده كده من شويه يا كابتن ابراهيم بشهاده العالم كله، واللي جواك ده ان شاء الله احنا ما عندناش ذره شك في انه هيرجع لنا بفايده وبميداليات. والمره برضو قبل ما نقفل معاك المكالمه الحلوه دي نعرف منك استعداداتك بقى ان شاء الله لباريس 2024. والله ان شاء الله يعني هي اول حاجه ان شاء الله في بطوله الاردن 22 اكتوبر الشهر اللي جاي ان شاء الله، دي اول مشاركه دوليه تاني ليا بعد الاولمبياد، بعديها مصر الدوليه ان شاء الله في شهر 12 هنا في القاهره في الاسماعيليه. في كام بطوله دوليه ان شاء الله هشارك فيها الفتره اللي جايه دي، بحيث ان الواحد يفضل محافظ على مستواه. الحاجه الثانيه ان شاء الله يعني حضرتك عارف ان الدوله بتعمل مع الوزير بيعمل برنامج طويل المدى من بعد الاولمبياد للاولمبياد اللي بعديها، فيعني الناس مش مقصره معانا في حاجه، بالعكس يمكن احنا النهارده يمكن في ادهى عصور الرياضه المصريه مع الوزير دكتور اشرف صبحي. عموما احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وانت يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني نموذج زي ما دكتوره حياه قالت من شويه من ضمن يعني اوصاف كتير وصفتها بيك او وصفتك بيها ملهم، فانت فعلا ملهم بالمعنى الحرفي للكلمه. تحياتنا ليك وتمنياتنا ليك بكل التوفيق في اللي جاي باذن الله. هو حمدته مرشح ان يكون كمان جايزه عاملاها اللجنه المنظمه اليابانيه الملهم الرياضي الباراليمبي، يا ريت يستحقها بصراحه. ان شاء الله احنا لسه ما جالناش النتيجه لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله وهو طبعا يعني لو هيحصل عليها هيتبرع بيها لصندوق تحيا مصر. بس هو ياخد جزء ليه طبعا علشان بس 2024. هو الحقيقه يعني متو محتاج ان كل يعني كلنا نبقى مراعين ليه، وطبعا هو يستاهل يعني. انا عايز اختم بقى لان الوقت للاسف خلص، مع فكره التكريم، مفروض ان هم منتظرين تكريم من سياده الرئيس ان شاء الله. كمان حسب ما حضرتك كنت بتبلغيني ان شاء الله. طبعا احنا طبعا قبل ما نختم انا لازم طبعا يعني ابتدي اشكر طبعا القياده السياسيه اهتمامها بهذا الملف تماما. لان طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بالرياضه عموما وبالرياضه البارالمبيه، احنا لما بنرجع من اي بطوله دوليه بيكرم الابطال بتوعنا، فهم مستنيين. طبعا كمان الحكومه الممثله في الدكتور اشرف صبحي اللي بيقدم لنا كل الدعم المادي والمعنوي، يمكن انا قلت لحضرتك في التليفون كل لاعب كان بياخد ميداليه او مركز كان الدكتور اشرف بيكلمه رغم فرق الوقت كان بيكلمه، واللي ما كانش بياخد مركز كان بيقول له، ما كانش بياخد ميداليه كان بيقول له انت خدت مركز، وده طبعا يعتبر كويسه واحنا مستنيينك في 2024. فطبعا كل ده كان بيديهم اكيد يعني اعتقد هو لو كان يقدر يسافر معاهم كمان كان هو مسافر يعني لو كان يقدر يسافر هو كان راح مرتين. وبعدين هو كان معانا في الفيديو كونفرنس، بعدين ودعهم في المطار. طيب استقبلنا في المطار في عملنا مؤتمر صحفي، طلعنا من المطار عملوا لنا استقبال، الشركه الرائعه عملت لنا استقبال طبعا هايل بالموتوسيكلات ولغايه وصلنا لغايه المركز، عملنا مؤتمر صحفي والوزير برضك كان معانا يعني يعتبر ما سبناش خالص. حلو جدا حلو جدا، بالتوفيق ان شاء الله، واحنا كلنا بقى معاكم اكيد يعني ان شاء الله. احنا جمهور مصر كلها أكيد. عندنا بطوله رفع اثقال جورجيا مطلعين فيها بقى ناشئين يعني ان شاء الله لو خدنا ميداليات نكون موجودين معاكم ونوريكم بقى الناشئين بتوعنا اللي هم ان شاء الله نورونا وتشرفونا وتفرحونا بانجازاتهم ان شاء الله. نورت الدنيا يا دكتور حياتي، الف شكرا لكم. ربنا يخليك. هنطلع فاصل لحضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه. اتفضل.